Hi guys, welcome back to my channel. New video. Hi. في الشارع قاعدة أصور لكم حركة جريئة مني. المهم إن قررت إني أصور لكم فلوج أول يوم رمضاني أو يوم قبل رمضان, يعني استعدادات رمضان. I'm so excited guys. أنا إن شاء الله اليوم يكون يوم حلو, باخذكم معاي في اليوم وراويكم يعني بشكل عام أصور لكم فلوج. فأول شيء حطيت ميك اب بس, واليوم عندي موعد إن شاء الله باكر رمضان فبيخلص كل مواعيدي وكل شيء, فعشان باكر أكون خلاص مرتاحة ومع العائلة ومع يوم عائلي عادي. ما أدري لو تذكرون ولا لا, إزعاج. ما أدري لو تذكرون ولا لا, بس لما كان قلت لكم عندي مشاكل هني, عندي نفس حبوب ما أعرف كدمات او حساسيه في جسمي, فجاي عند الدكتوره. اوريدي رحت عندها الاسبوع اللي طاف وقالت لي ان فيني التهاب ولازم الالتهاب يروح عشان هي تفحص وتعرف شو الموضوع. فاليوم جاي عشان اعرف شو السالفه وشو الموضوع, ان شاء الله يكون خير يا رب. واليوم عايبين الميك اب, شوفوا الميك اب كيف يجنن ياي. المهم ان العياده في, انا جاي المستشفى الامريكي اللي في جاليريا الوصل, والإضاءة تجنن. أوريدي متأخرة تخيلوا جايز 20 دقيقة من الموعد, بس قاعدة أصور لكم لأن الإضاءة وايد حلوة. تعرفون لما الإضاءة تكون حلوة بس ما تبون تطوفون الإضاءة؟ Yes, this is me. Oh yes. Anyways, خلونا نكمل مع بعض ونروح شو نسوي ونروح الموعد. Let's go. انزل. أبي أراويكم أوتفت اليوم. وين أراويكم الأوتفت؟ أوتفت اليوم بنطلون بلاك مع الشوز ابيض, مع هذا التوب اللي اخذته من شي ان, مع هذا من اول شوب. يعني اوكي في حد عكسه فيني. جو اليوم يجنن جايز. وصلت العياده فخلونا نخلص الموعد. حشته ما طرى اسمي في باله. جايز رجعت من الموعد مع الدكتوره, طبعا من زمان هذا الشيء, بس الدنيا صارت ليل وقالت لي ان في وايد تحسن. طبعا انا فيني اكزيما اعتقد ينطق بهالطريقه, فقالت لي ان في وايد تحسن وان شاء الله بيروح مع الوقت اذا كملت على المرطبات والكريمات اللي عطتني اياهم. فان شاء الله ام جونا بي بخير سون ان شاء الله. المهم ان ايثا قاعده تتصل جايز لان انا وهي جايين ناكل. وين؟ القريه العالميه. الو, جايين انا وميثا ناكل من القريه العالميه. السحور اليوم اول سحور في رمضان. ما اعتقد انه بيكون اول سحور لان اكيد بيوع, لان الحين الساعه 9 فاكيد ابي الساعه 8:30, يعني اكيد باكل مره ثانيه. بس يعني في شيء داش في عيني بس ما اقدر اطلع جايز. في شيء وايد داش في عيني, في ناس بركنوا صوابي بس ما علي, انا قويه اقدر اتكلم واقدر اسوي اللي انا ابغاه. المهم لازم اعدل شوي على الميك اب. ناكل 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 للابد لان الاكل لذيذ, اكل القريه وايد لذيذ على فكره. اخر مره كنت جايه القريه تقريبا 4 شهور, وايد من زمان, يعني اكثر, هي كان شهر 12 يعني تقريبا 3 شهور. ففاينلي ام باك اجين عشان اكل. طبعا دائما اللي دائما اذا بتزورون دبي تعالوا القريه لان الاكل لذيذ. يعني ما اعرف ايش قاعده اعدل الروج اذا الحين باكل اول, في شخص هني بس. يس جلوس فنتي درجات بينك يمكن ما اعرف شو دراج اونلي, ما اعرف شو مكتوب. يجنن كتكوت. احس اللبس اليوم سبورتي مناسب حق القريه بعد, سبحان الله. المهم ليتس جو, باخذكم معانا في جوله القريه العالميه. ليتس جو. يس جايز نسيت اقول لكم ان بعد الموعد رحت كلاسي واي ام. كلاسي واي ام اخذت لي تصاميم. طبعا واحده من التصاميم هي الدرس اللي انا سويته حق رمضان كولابوريشن مع كلاسي. فشوفوا جايز اتس سو كيوت. ماخذه 4 قطع حق رمضان لان خلاص ابي استعد, ما ابي اروح اتسوق في رمضان لان جيم اوفر. وبعد تذكرون الاضاءه اللي اخذتها حق سيارتي وايد بيرفكت, شوفوا كيف. This is me guys. هاي خشمي مزيت من الحين, يا رب الجو مو برطوبه يا رب. المهم ليتس جو جايز, ليتس جو.
يلا ليتس جو ايت. طبعا احس حاليا زحمه بس مو لهالدرجه بس الله يستر. اوكي جايز، حاليا ضيع بيتنا ما اعرف وين بابا. انت اي باب، اليمين ولا اليسار؟ يمين. انت واقفه يعني؟ يمين. بعد سنة من زمان قلت اني بشوف وين. تخيلي وانا متصله فيك ادور عليك كنت اصور معك. احس اليوم مو بزحمه يعني. اليوم باكلها الاكل اللي انا اكله. ياس وايد متحمسه ميت خليني اجرب كل شيء داخل. كل ما اقرب اقرب ياس. كل ما اجي القريه اكل نفس الاكل. اصلا ايش انت مسكي الكاميرا وصوري ايش رايك؟ اوكي يلا اليوم فلوج مع ميتا. مع ميتا زين. خلاص بس انتهى الفلوج. فقدت الشغف ميتا. جايز اول شيء بنجربه اللي هو المحار. 25 اهم شيء انا وايد متوتره. ميتا بتخليني اجرب الاكل اللي تحبه و... ذوقك. I will judge. I cannot. Guys طلبنا محار مع نودلز. طبعا هذا اكل ميتا اللي تاكله دائما في القريه. Guys تخيلوا ميتا وهي تاكل المحار غصت. قاعدين نصور فيديو بعد في او قاعدين نصور الحين. اوكي لا وين؟ تيك توك. تيك توك ميتا. يس يلا اي زين ناكل ايس كريم من هذا المحل جاي بس هي الصراحة اول مرة اجربها يعني. We're gonna try it together. كلنا قاعدين نصور الحين. هذا مالي جايز. فاطمة اخذت الشكلت. كيوت جربي جربي. انا ما احب الشوكليت. ما تحبينه؟ لا يعني بس عادي اكل اوريو. ثانك يو سو ماتش. وايد كيوت. كيف تشوفوا؟ مره تعرف على حد ما ياكل شوكليت؟ والله ما اعرف. بس انا مو بعد من انهيار يعني. ما احب الفود عادي. اي انا بعد انا احب الموالح ما اكل. انا وايد مع الموالح. احس كل حد يقدر يجيب اكل شوكليت. انا وايد استغرب بعد يعني تعرفين احس هو اكثر شيء بيسك كل ياكله. بس حصلنا واحده ما تاكل شوكليت جايز. انجاز اليوم ياي. عشان تشوفين الوجه. لا لا اصبري اصبري دون جاج. اوكي حاطين زياده ليمون عليه ما حبيته. انت ذقت خايس اعترفي. ما حد يشرب سلاش. ويت ويت خلوني اجرب انا بحكم. انا قلتها مو حلو بس السلاش في العادي يكون حلو. طعمها صابون غسيل. صح والله العظيم اللي بالليمون تعرفينه؟ اغسل بس عيوني. ينقع لك. ما بنجرب لا ما نبنا ناكل بالعاد. جهز؟ ما جهزت ترى شنطتي. طالبين نودلز ورق عنب باستا سمبوسه. كل شيء يعني الله يستر. وكلنا محار وشربنا توم يوم. يس او ماي جاد نحن جوعان. وحسيت ابي اجرب اشياء ثانيه بس اعتقد اني بشبع بعد ما بقدر اكثر عن اللي بعد خلاص. الا ذا سويت. غير سويت صح؟ احس سويت. دوري ما كنت ايس كريم. او ماي جاد كلها سويت مانع. سويت مانع خلاص. طبعا ببدا اروح الجيم. انا كنت اروح ووقفت والله. انا بالعكس انا وقفت قلت وقفت من جهز يلا. جهز. حصلنا زاويه نقعد فيها انا وميثا. خلاص الحين بنقعد ناكل حرفيا. مت من القهر.
صورت ردة فعلي وانا اجرب السمبوسه. واخر شيء ما كنت قاعده اصور. فبنشوف من تلفون ميتة. بس ردة فعلي المطعم اسمه 7 صح؟ كان اسمه 7 يجنن. طلبنا باستا. هالمرة كنت بصور وانا اجرب الباستا. باستا مع تشيتوز. طعمها مو غير بس حلوة. لذيذة ميتة. خافت تقول لذيذة. حبيت. انا وميتة الحين قاعدين نتمشى. قاعدين نتسوق. تقريبا ميتة قاعدة تسوق وانا انا احس خلاص مستعدة صراحة. شوبين تايم في القرية. ولا يعني طب ليش ما احب اسوي شوبين في القرية؟ ليش؟ كلهم يجون يكلموكم واذا سكتت عليهم يقعدون يعني يشوفون كلام من تحت السرلات. تبي تقولون والله ما راح تنجحين. يا جايز دخلنا القرية الهندية الحين ناخذ كم من لفة نشوف. انا صرت من الكويتية صح؟ هي من الكويتية. اخذت بدل درس حق رمضان. جنن في اشياء حلوه. بس طلعنا من القريه الهنديه والحين بنروح قطر بنشوف اذا عندهم شيء حق ميثا لانها وايد فيكي احسني وايد فيكي. اول مره اشوف القريه العالميه لهالدرجه ما فيها حد. احس تاخذون راحتكم زياده. شوفوا كيف هدوء. تسمعين هدوء؟ صدق ما في حد. وايد احلى يعني مرتاحه اكثر. خبريهم كيف تعرفت عليك؟ أول مرة أنا كنت أعرفها من زمان من الإنستا والتيك توك. بس أول مرة شفتك بنت بنفت يوم ذكية كانت مسوية سانتا عرفتها. زين كملي. مسوية فيديو ترند. ليش عرفتي؟ شفتي علي؟ ريت ما كان توتا مبيلة. نزلي. جايز خلصت الطلعة مع ميتا. بس الفلوق ما خلص بكمل لكم. بس باي ميتا. باي. جايز رجعت البيت وشوفوا كيف مريم مزينة البيت. وايد حبيت الزينة. شوفوا اولا بسوي لكم تور كامل كيف زينا البيت. مستعدين ولا لا؟ خلونا نبدا. هني عندنا هذا البارت في هذه الوردة الفيك. هذه الفازة من شي ان. وهذا من وين؟ الجولد. هذا من 2XL. تحطين فيه سويتات ما اعرف حاليا مو حاطين فيه شيء لان يعني للحين ما بدينا رمضان. المهم وجايز شوفوا هالحركه اللي هني. اشترينا هالنبته نبته جديده بس طبعا مو طبيعيه فيك لان يعني نبته فيك من الاخر. وشوفوا هذيل كيف كيوت نجوم وهلال. حبيتهم وايد. يهبلون وايد بشكل فظيع. كتكوت يعني. طبعا هني عندنا This is me مع شعري الكشة لأن سوي شعري وشعري كشة من الرطوبة. انتم ما تصدقوني بس يس ولا شيء فاضي. بس شوفوا هذا البارت اللي هني كيف كيوت. وايد حبيت. يجنن. شوفوا الهلال كيف كبير ويجنن. حبيته. هذا صراحة أكثر بارت حبيته. تعالي صوريني عند الهلال. شوفوا مريم اليوم كاشخة. ما أدري ليش نص الليل كاشخة بس يعني أبغى أصور فيديو. بس شوفوا الفرق بيني بينها. أنا لابسة بنطلون وهي لابسة دراعة. بس الكشخة الصجية بتكون باكر إن شاء الله. عكس أنا شو لابسة؟ بس على الأقل لابسة بني وأسود يعني ما بصير مبالغ. شوفوا كيف الهلال كبير. بيستي وايد كبير الهلال. قررت إني أسوي لكم شوية الإضاءة شوي خايسة بس ما علينا. قررت إني أسوي لكم شوية أنبوكسنج حق الأشياء اللي شريتها من كلاسي حق يعني فترة رمضان هالفترة.
واول شيء بيراويكم اياه هذا الدرس الكتكوت. طبعا ما عليكم الشعر شوي كشه بس ما علينا، بس الفستان يجنن تخيلوا مع الشعر والميك اب وكل هذا. اصلا الفستان بشكل عام خيال، دراعه سو كيوت، اللون يجنن. تخيلوا جايز ابي اصدمكم ان هذا الفستان من تصميمي مع كلاسي. طبعا حق اللي ما يعرف انا عندي لاين من التصاميم مع كلاسي واي ام، فيعني تقدرون تشترون هذا الفستان وتحصلون عليه لوجو مكتوب كلاسي اكس فاطمه جمال which is me، لاني قاعده اصمم لكم دراعات اشياء كيوت. جايز ام سو اكسايتد، يجنن يجنن الفستان ومتحمسه اني البسه، وايد متحمسه. فا جايز نيكست ترى جايز هذه ثاني قطعه اخذتها حق رمضان، شوفوا كيف تجنن والتصاميم رمضانيه الكتكوته اجين من كلاسي واي ام. انا منهاره على القطعه هذه، طبعا معاها حزام بس مالي خلق البس الحزام، بس تحسون صدق فايبس رمضاني. بس هذا افكر اني البسه حق ايفنت، ولا اذا عندي شيء مهم سحور فطور طالعه مع جروب ما اعرف، بس حسيت انها اتس سو كيوت. طبعا مريم عندها نفس الاسود بس انا عندي البراون، اي لاف ات، 10 من 10 يجنن سو كيوت. شوفوا خيال ترى، هذه هي القطعة الثالثة. شوفوا كيف القطعة هذه تجنن، لونها بلو ما اعرف يعني تسوون فيه حركة، بس انا احب احطه بهالطريقة لان احس انه سو شيك. فمنهارة عليه ومتخيلة مع الشعر والتسريحة والميك اب يطلع يجنن. طبعا احس مع ميك اب جولد لانه اللي قدام شي لونه جولد، احس بيطلع يجنن بشكل عام. ترى هذه العباية الأخيرة اللي أخذتها، طبعا لون البيج مع الأسود ميكس. شوفوا من ورا يجنن، حبيت كيف أحب هذه القطع الساتان الواقفة، أحس تعطيني ستايل شيك سموكي أسود وشعر مو هالشعر، يعني أحس شعر شوي مرتب. بس هذه تقريبا كانت كل مشترياتي من كلاسي واي ام. صراحة أنا عندي فكرة حق هالرمضان بس ما أعرف إذا يعني بتكون يوميا ولا لا، بس ان شاء الله ناوية اني اسوي لكم فلوجات تقريبا كل يوم، يعني يمكن يوم هي يوم لا، بس وايد وايد ناوية انزل لكم فلوجات في رمضان، وحس شي يعني فايبس رمضان تعيشون معاي كل يوم، فمتحمسة حق هالبارت. انيويز يعني بعض الفلوجات بتكون فلوجات طويلة والبعض قصيرة، يمكن مثلا في ايام اصور لكم وايد ايام ما اصور لكم وايد، بس المهم ابي اكون في يومي روتيني بشكل عام. انيويز جايز الحين اعتقد ان هذا الفلوج خلص، لانه ما عندي شيء ثاني اراويكم اياه صراحة، غير اني اراويكم الفواكه اللي اشتريتها من القرية العالمية لاني منهارة من اللذاذة. شوفوا جايز عندي البابايا مع اعتقد هذه اسمها نوع من انواع الجوافة، ما ادري الصراحة، بس يس. بعد شوي راجعة عند بيتنا عند امي وابوي بننام هناك، لانه باكر اول يوم رمضان بتكون عندنا عزيمه، وهذا بيكون فلوق ثاني بصور لكم اياه ان شاء الله. فاحبكم وايد وايد وايد، شكرا لانكم تابعتوا للنهايه، اتمنى انكم حبيتوا الفلوق اتمنى انكم حبيتوا الفلوق واستمتعتوا معاي، ولا تنسون فولو شير لايك سبسكرايب، وضيفوني على حساباتي في السوشيال ميديا. باي. ام بنسيت اقول لكم عام وانتم بالف خير ورمضان كريم، مبارك عليكم الشهر يا رب، ان شاء الله الشهر يكون فيه الخير والبركه وكل شيء ايجابي وحلو. احبكم وايد، وهذا ثاني رمضان انا معاكم، احبكم وايد، باي.